بس تعالوا نشوف لقاء مع الوافد الجديد اللي نتمنى له التوفيق ان شاء الله لو سمحت الظروف ولعب النهارده، وسام ابو علي. هنشوف وسام ابو علي قال ايه عن مباراه اليوم ونرجع لحضراتكم مره اخرى. الحمد لله انا حاسس كويس، اللي اشتغل مع الدكتور لاسبوعين والحمد لله هلا حاسس حالي كويس، ومش قادر انطر العب ماتشات مع النادي الاهلي. يعني انا سافرت على الامارات ماتشات الودي المعسكر، بس السفره دي شيء ثاني، يعني ماتش مهم، ويعني صراحه انا بس مبسوط انه رجعت مع الفريق الكامل واسافر واحس الاحساس دي. ان شاء الله خير الي وللفريق. الحمد لله انا احساسي جميل كثير هون، مبسوط كثير مع الفرقه مع اللعيبه، ويعني انا لحالي وحده وحده، وان شاء الله كل شيء رح يجي، فان شاء الله كل شيء رح يجي بالماتشات باذن الله. يعني زي ما قلت من قبل شوي انا مبسوط كثير، واللعيبه كويسه، وكل واحد يعني الواحد قلبه عسل، ويعني الصراحه انا مبسوط، وزي ما قلت انا وحده وحده وعم بتعلم من اللعيبه كله، عم بتعرف على الكل، وان شاء الله بوقت بتعرف عليهم منيح، وبالملعب كمان نتعرف اكثر شيء مع بعض. صراحه سؤال صعب شوي، يعني طبعا قفشة كلمته كثير من بدري، بس الكل يعني هلا لما رجعت من الاصابه انا راح طبعا اتعلم منه اكثر الكل، ويعني كيف تقول طبعا اكيد اكيد، وان شاء الله ان شاء الله بنفوز كل البطولات. اهم شيء انا اضلني حاسس حالي مبسوط، واكون مبسوط بالنادي الاهلي، ولدلوقتي مبسوط كثير، وكل ماتش ورا الثاني ان شاء الله بنفوز كل شيء مع بعض. لا دعم كبير ما شاء الله، يعني مبسوط كثير كل ما اشوف او اتلاقى حدا من النادي الاهلي، يعني الحب كبير، ويعني هذا شيء فرقان معي كثير، يعني اكثر شيء فاجئني انا جمهور النادي الاهلي بطريقه كويس يعني.